يحذر من الطفل يقع من علو على السلالم او على السرير. في هذه الحلقة مش هنتكلم على اصابات الاسنان، لا، اصابة الفك، الولد بيشتكي من تعويرة في دقنه بعد ما وقع من على السرير او من على السلم. الذهاب لجراح الفك مباشرة، لان اصابة الدقن تعويرة صغيرة كده ممكن لما تعمل اشعة بانورامية نلاقي ان مفصل الفك اتكسر. هذه الحالة العلاج في منتهى السهولة، منتهى السهولة، ان حركة الفكين تستمر ويثبت الفكين لمدة اسبوع بيفك تاني، اسبوع يفك تاني لغاية ما يلتقي بالكسر. لكن لو اهمل يحصل تيبس في مفصل الفك، وهذا التيبس يؤدي الى وقف نمو الفك السفلي نهائيا، ويصبح شكل الطفل شكل البيرد او بيرد فيس او شكل الطير او العصفوره، وعلاجها استئصال مفصلين، وهي عمليه معقده مش عاوزين نوصل لعملها. اذا الوقايه خير من العلاج. شكرا. نحذر من الطفل يقع من علو على السلالم او على السرير. في هذه الحلقة مش هنتكلم على اصابات الاسنان، لا، اصابة الفك، الولد بيشتكي من تعويرة في دقنه بعد ما يعمل على السرير او من على السلم. الذهاب لجراح الفك مباشرة، لان اصابة الدقن تعويرة صغيرة كده ممكن لما تعمل اشعة بانورامية نلاقي ان مفصل الفك اتكسر. هذه